صباح الخير ليكو ولكل أحبائنا في البيوت وفي الكنيسة هنا. لقلبي جدا أقول لكم أن أنتوا وحشتوني جدا، أنا ما شفتكمش من فترة طويلة، فقد إيه مشتاق لفترة زي كده معاكو، واستمتع بحضور الرب في وسطيكو النهاردة. في بداية وقتنا عايز أقول لكم أن نبدأ الوقت بتاعنا من فضلكم بأن احنا نحني رأسنا قدام الرب بالصلاة، نشكره كده، قدم الشكر لي لأن انت قادر النهاردة انك تكون متواجد في حضرة الملك. قول له رب شكرا انك بتديني الفرصة دي النهاردة رب، ان يكون موجود النهاردة هنا في بيتك، او ان انا اكون يا رب بشوف البرودكاست من البيت. اشكرك يا رب على ان انت بتهمك حياتي، بتهمك صحتي، بتهمك سلامتي. قول يا رب ان انا ما تنسيتش من رغم اي امور حواليا جامده وعنيفه بتقول ان في حاجات اهم مني، لكن انت ما نسيتنيش يا رب، انت ما نسيتش اي حد فينا يا رب. يا رب احنا جايين النهارده في اسم المسيح، وكل حد طمعان في مقابله خاصه معاك يا رب، يا رب كل حد فينا يا رب عطشان وجعان ليك يا رب. انا بصلي كده يا رب انك تدينا كده الوقت دوت ان احنا نسيب كل حاجة من ايدينا من فضلك، ومن فضلك ادعوكوا انك تسيبوا كل حاجة من ايديكوا. قولوا انا عايز امسك في الوعد النهاردة يا رب في الوقت دوت معاك، عايز امسك في الحياة معاك يا رب انت النهاردة. قول له يا رب انا ممكن ايدي كان جه فيها موت يا رب الوقت اللي فات بسبب احداث، بسبب امور، بسبب دنيا معينه، لكن انا جاي النهارده وببدا الوقت دوت يا رب معاك في محضرك، وبعلن الكلمات دي وبقولك ايها القدوس يا رب الحياه، ايها القدوس يا رب الحياة. ردد الكلمات دي من فضلك، رددها بشفايفك، رددها بقلبك، بروحك، بكل كيانك، لأنك بتدعو رب الحياة النهاردة، القدوس، القدوس اللي هيقودنا وهياخدنا في الوقت دوت لأعماق جديدة، أعماق جديدة في اسم المسيح. نبدأ بالترنيمة دي مع بعض. بالحب الغني أوجدتني،
النهاردة الرب كمل كده انك بترفعه وتقوله نرفعك فوق الجميع. ارفع الرب معانا النهاردة فوق الجميع، فوق اي شيء. قوله نرفعك يا رب، نرفعك يا رب. الصليب بركة عندك، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. افتكر افتكر كده واحنا قبل ما نرنم الترنيمة دي، افتكر ايه اللي انت ممكن تكون حاسس ان في الوقت دوت سبب لك جرح. ممكن يكون في امر معين خلال الكم شهر اللي فاتوا دول، اللي هم بيعتبروا تاريخيين قوي الشهور اللي فاتت دي على كل حد فينا. افتكر ممكن امر معين سبب لك جرح معين، ممكن من استيعابك لحاجه معينه بتحصل لكن ما طلعتش زي ما انت فاكر فسببت جرح معين، ممكن امر معين كنت مستنيه من اقرب الناس ليك في الوقت اللي فات دوت وما لقيتش ان الشخص دوت او فلانه دي قادره تكون موجوده ليك او ليكي في الوقت، في عز الاحتياج، في عز الاحتياج، وده ممكن يكون سبب لك جرح. ممكن يكون في امر افتكرته من سنين طلع عندك قوي الفتره الاخيره، مركز مع ذهنك قوي وسبب لك جرح. ايه الامر، ايه الامر اللي حاسس، اللي انا وانت حاسين بيه ان هو ممكن يكون بيسبب لنا جرح؟ عايزين دلوقتي مهما كان الامر دوت بقوة بقوة واحنا في محضر القدوس نقول له تحت الصليب بركة عندك، من فضلك ادي الوقت دوت واحنا بنقول الكلمات دي واحنا بنهتف بالكلمات دي وبنعبد الرب بيها. قول له رب عارف ان شفائي فيك، عارف ان شفائي فيك. الترنيمة دي مش بتاعت زمان لما انا وانت قبلنا الرب، لا اللي يسوع عمله عشاننا ده حاجة لحياتنا كلها للمنتهى. رنم معانا الكلمات دي في اسم المسيح. I'm not afraid.
العالم تغتبر ويكحف القلب يتحفر حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك انت يا معين بقلبتك شوفي بقلبتك شوفي بقلبتك شوفي يا يسوع بقلبتك شوفي ارفع ارفع المجد لاسمك في صليبك والشفاء قوة تحرير قوة تبرير قوة صرع وسلام وعذاب ارفع المجد لاسمك في صليبك والشفاء قوة تحرير قوة تبرير قوة فرح وسلام وعذاب بقلبتك شوفي بقلبتك شوفي بقلبتك شوفي بقلبتك شوفي مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك انك انت بتعمل وسطينا يا رب انت رب اكتر واحد عارف الخبايا اللي احنا رب مهما نكون ان احنا خلاص فهمنا نفسنا وعرفنا نفسنا لكن لسه في امور في امور يا رب لسه بنكتشفها عن نفسنا لسه في امور بنكتشفها على الحياة معاك لسه في امور يا رب انت بتفتح عينينا ان احنا نشوفها يا رب نشكرك انك انت مش سايبنا عمي لكن يا رب بتفتح عينينا بتفتح عينينا عشان نشوف عملك بتفتح عينينا نشوف الامور اللي كانت مستخبيه ومداريه مداريه في امور مختلفه عشان يا رب نحطها قدامك يا رب عشان نحطها قدامك ونقول لك يا رب شيل كل زوان من كل حنطه يا رب يا رب من فضلك يا رب خلي فينا خلي فينا الغذاء اللي نقدر نكمل بيه يا رب يا رب لو كل حد فينا كان فاكر ان هو مستواه الروحي فين وقامته الروحية فين لكن مع الضغطة ومع الشدة لقى نفسه مكفي لقى نفسه وشه على الأرض مدهوس مدهوس يا رب أنا أشكرك أنك سمحت بأمور معينة لينا ما كانش ممكن أي حاجة تفتح عينينا عليها غير اللي احنا فيه دلوقتي يا رب من رغم الشدة والأسوأ اللي ممكن تبقى باينة أن احنا أحيانا شايفين أن احنا ممكن مزنوقين في مطب معين أو في وعكة معينة لكن أنت قريب جدا قريب جدا قريب جدا لكل حد فينا يا رب بقوة روحك اللي جوه كل حد فينا قومنا من جديد يا رب قومنا من جديد يا رب يا رب أنا بصلي على كل قبر جوه أي حد فينا يا رب النهاردة إن يا رب يزاح الحجر يزاح الحجر يا رب وتقول من جديد العازر هلم خارجا يا رب على كل حد فينا من فضلك ومن فضلك النهاردة شيل اسمك شيل اسم العازر وحط اسمك شيل اسم العازر وحط اسمك ونادي على اسمك قول يا رامي هلم خارجا حط اسمك فلان حط اسمك هلم خارجا في اسم المسيح من كل قبر قفل علينا في الوقت اللي فات يا رب عايزين حياة يا رب يا رب عايزين حياة من جديد يا رب في اسم المسيح النهاردة رنم معانا الترنيمة اللي جاية واحنا بنتعبد قدام السيد وقول له كده يا سيدي املأ قلبي املأ قلبي بالحب لشخصك يا سيدي املأ قلبي بالحب لي حقق لي ذا المطلب واسكب بروحك
نقف مع بعض ونقول الكلمات دي: يا كنيسة قومي وانهضي، يا كنيسة قومي وانهضي. من فضلك ومن فضلك لو انتوا معانا هنا في الكنيسة او في البيت بتفرجوا، بص على اللي جنبك وقول له كده باسمه: قوم وانهض. وهو هيبص ليك وهي تبص ليك تقول لك: قوم وانهض باسمك، قوم وانهض. استخدم ومارس السلطان اللي رب ادهولك ادهولك ودهوني النهاردة في اسم المسيح، وقول الكلمات دي ونسبح وندعو الرب بالكلمات دي النهاردة. كنيسة قومي وانهضي، حي وأبدي، ومع أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومع أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك. عليك يرى مجدو، عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام، مجدو عليك يرى، مجدو عليك يرى، مجدو عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام، مجدو عليك يرى. قومي سبحي عن همومي، اطرحي للمجروحين دمع امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي عن همومي، اطرحي للمجروحين دمع امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. مجدو عليك يرى، مجدو عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام، مجدو عليك يرى، مجدو عليك يرى، مجدو عليك يرى، وإن غطى الأرض مجدو عليك يرى. يا كنيسة قومي.
قومي ودوري على الخراف ونوري المجد جاي اتحضري لمجيء يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي ودوري على الخراف ونوري المجد جاي اتحضري لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام. مجد عليك يرى مجد عليك يرى مجد عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام. ترنيمتنا الجاية هتكون بتقول كده: سلام 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 لشعب الرب في كل مكان. محتاجين السلام دوت يملانا، محتاجين السلام ده يفيد جوانا من رب السلام. الترنيمة هي أولا هتكون بتقول كده: هللويا هللويا وضعت للبحر حدا. بس وانت مغمض عينيك وراسك محنية قدام الرب، افتكر كده ايه اللي عمال يزحف على حياتك، ايه اللي عمال يحط ضغطة جامدة. افتكر واحنا دلوقتي واحنا هنوجه بكلمات الترنيمة ديت دعوة لأي أمر بيزحف.
انت عارف ايه اللي بيزحف على حياتك وانا عارف. ممكن يكون مرض، ممكن يكون خوف، ممكن يكون اي شيء مهما كان مسبب زحف جامد. افتكر كده العدو وهو عمال يروح ارض الاعداء، الارض بتاعتك، عايز يجي في ارض بتاعتك ويزحف عليها، يزحف عليها. لكن انت النهارده، لكن انت النهارده في اسم المسيح بتنتفض، في اسم المسيح بتقوم وتروح تقف وتوجه هذه الكلمات للامر اللي انت دلوقتي قلته في محضر الرب، ان هو دوت اللي بيزحف على حياتك. لو سمحت قبل ما هنرنم الكلمات دي، هنرنمها كمان 30 ثانية، من فضلك اذكر الكلمات دي قدام الرب. اذكر ايه هو اللي بيزحف، اذكر ايه هو اللي بيزحف. ما تقعدش ساكت من فضلك. باسم يسوع، في اسم يسوع يا رب انا بصلي ان احنا بوقتنا دوت بكلمات الترنيمه اللي هنكون واقفين بنقولها دلوقتي نقولها بسلطان، بسلطان، بسلطان والثقه. من فضلك ما ترنمش بس، لكن رنم وصدق، رنم وصدق في اسم يسوع بكل قوه. يا احبائي نقول هذه الكلمات مع بعض. هللويا وضعت للبحر حدا. البحر حدا هللويا، أعداءنا ترد ردا هللويا، وضعت على البحر حدا هللويا، أعداءنا ترد ردا. قادر من مثلك، عظيم في خلاصك، تدفع أعداءنا بنفخات من فمك. قادر من مثلك، عظيم في خلاصك، وعدانا بنفخة من فمك. هللويا، وضعت للبحر حدا هللويا، أعداءنا ترد ردا هللويا، وضعت للبحر حدا هللويا، أعداءنا ترد ردا. مجدك في وصلنا، سور نار حولنا، ترس عوننا وسيف عظماتنا. مجدك في وسطنا، سور نار حولنا، أنت ترس عوننا وسيف عظماتنا. هللويا، وضعت للبحر حدا هللويا، أعداءنا ترد ردا هللويا، وضعت للبحر حدا هللويا، أعداءنا ترد ردا. أزرعك من تحتنا، قضاء مجدك فوقنا، أنت من مثلنا نهتف هللويا. أزرعك من تحتنا، قضاء مجدك فوقنا، أنت لنا من مثلنا نهتف هللويا. هللويا، وضعت للبحر حدا هللويا، أعداءنا ترد ردا هللويا، وضعت للبحر حدا هللويا، أعداءنا ترد ردا. يا رب شكرا ليك، يا رب شكرا ليك، يا رب شكرا ليك. يا رب احنا بنثق في كل كلمات قلناها، في كل يا رب امر رفعناه في محضرك النهارده. نشكرك انك سامع وانك بتستجيب يا رب، بشكرك ان احنا بنصدق، بنصدق يا رب في اسم يسوع. ليك المجد والكرامة، امين. تفضلوا. No.
بعض التنبيهات، فمن فضلكم خليكم معايا. الأسبوع اللي فات اجتماع السيدات عاملين خدمة جديدة، هي دراسات، سلسلة من الدراسات دي عن تربية العيال، parenting يعني، عن البيرنتينج. فهيبتدوا الخميس اللي جاي من الساعة 12 الظهر، من 12 لوحدة، وهيبقى السيمينار ده أو الدراسة دي على زوم. فيعني لو عايز من فضلك اتصل بإيمان ساويرس، هي عندها كل التفاصيل والمعلومات لو عندك أي سؤال. إيمان ساويرس متأسف للدراسات اللي هتتقدم عن تربية عيالنا يوم الخميس الساعة 12 الظهر. في حاجة يا جماعة زمان كنا بنتكلم فيها، قلناها يعني، ذكرناها كده خصوصا في الاجتماعات الإدارية بتاعت الكنيسة، الاجتماعات الانيوال ميتنج. هو لو انت بتتعامل مع امازون، بتشتري بقى كتب او بتشتري حاجات لبيتك ولا غيره، الكنيسة هنا وصندوق الكنيسة هنا ممكن يستفاد. فمن فضلك يعني برضو لو عايز حد يساعدك في الموضوع ده، ممكن لو عرفت تعطر على حد يمكن زي توني، لكن يعني باختصار كده علشان هي تفاصيل كتير. انت اللي هتشتري الامازون هيقول لك تحب تتبرع لاي كنيسة او تشاريتي، فانت هتختار لو حبيت يعني اسم الكنيسة، وهم بيدونا من الفلوس اللي انت دفعتها، هي نفس الفلوس. يعني انا بشتري كتاب ب 999، هيفضل سعره 999، بس هم بدل ما هياخدوا 999 هياخدوا اقل من 0.5%، which is okay، لانه طوبة على طوبة ومليم على مليم يعملوا على مر السنين وعلى مر الناس. نقدر نعمل بنعمة الله مبلغ يساعدنا. ما نعرفش، انت ما انتش عارف ممكن ندفع بيه ايه، ممكن حاجة تخرب في الكنيسة فيبقى المليم على مليم ده هو اللي بيدفع. باختصار كده، بص يا سيدي، انت بتروح لحاجة اسمها smile.amazon. انت بتروح امازون تحط اسمك وتحط الباسورد بتاعتك، وبعدين بتدور على سمايل وتحط اسم الكنيسة بالشكل ده، بس ميك شور ان اسم الكنيسة صح، Arabic Evangelical Baptist Church بتاعت West Roxbury. فمن فضلك يا ريت تساعدنا في الامر ده. المجموعة بتاعت الري اوبننج، خليكم معايا بقى، مجموعة الري اوبننج بتاعت الكنيسة، احنا كل اسبوع بيدونا فيدباك وبيدونا اعلانات وتعليمات ومش عارف ايه. فهو بيقول لك اول حاجة الماسك ده اللي حضرتك ده ما فيهوش هزار، فحضرتك لازم تلبسه يابا، ماشي يا عريس يا عروسة يا سكر، ما عندناش حل فيه، لان احنا محدش عارف النفس ده هيطلع في صدر مين. فاعمل معروف، البس اللي بتاع. وبعدين بيقول لك لازم يبقى كاسي من اول هنا لحد هنا، فيعني ايه يا مجموعه؟ بيقول لك يعني لو مقاسك لارج ما تشتريش ميديال، ما تلبسش ميديال، حضرتك لارج او اكس لارج او 2 اكس لارج ما تلبسش انت الميني جيب بتاعك ده، ماشي؟ فده حاجه تانية من الحاجات اللي المجموعه بيقولوا لنا عليها. ايه تاني؟ بيقول لك حافظ على السوشيال ديستانس. كنت اتمنى اكون قدوه احلى من كده، بس يعني لما بشوف ناس بقالي زمان ما شفتهمش لازم انقض عليه زي الوحش، بس يعني عيب ما نعملش كده، هنفضل كده هنحافظ على ممكن بره انقض عليك يعني، ممكن على الرصيف يعني. المجموعه هنا بتقول لك السوشياليزيشن او اي سلامات ولا غيره ممكن على الرصيف في الطراوه بره، الجو بره طراوه ومنعش، فنقف ونسلم ونتسلى ونبوس ونعمل كل حاجه. ايه تاني؟ بيفكرونا يا ناس، هي مش باينه قوي للعين، بس انت شايف على حرف الدكه، في الدكه دي اللي انتوا بتقولوا عليها البنش ولا انا عارف ازاي، في حته خضره وحته حمراء وحته خضره. فالحته الخضره هي بس اللي مسموحه لينا ان احنا نقعد فيها، او اقعد يعني واحد
أو واحد وعيلته، واحد ومراته، واحد وولده، واحد وبنته، هي دي. لكن ما ينفعش اتنين صحاب في الكنيسة يقعدوا في الحتة دي، في الحتة الخضرة دي، واحد بس. ايه تاني؟ بيقول لك بص على بتاع المطهر الايدين ده واستعمله لو سمحت. وتالت اخر حاجة بقى، انه بيقولوا لنا معلش يا جماعة اصبروا علينا شوية في موضوع العشاء الرباني، احنا مش قادرين لحد دلوقتي نشترك ونعبد بمائدة الرب لحد دلوقتي، بس معلش ان شاء الله قريب ربنا يدينا ان احنا نشترك في مائدة الرب مع بعض كجسد واحد. خدمة الصلاة، خدمة الصلاة هتبتدي، احنا يمكن تكون سمعت قبل كده عملوا حاجة اسمها سلسلة الصلاة، وواحد بيسلم لواحد او مجموعة فمثلا حد بيصلي من 7 لـ7:30، التاني بيصلي من 7:30 لـ8، التالت بيصلي من 8 لـ8:30، دي سلسلة الصلاة. فهم بيقولوا احنا هنعمل ده ابتداء من النهاردة الناس اللي اشترك. لو عايز تشترك اتصل برانيا اسعد او ابعت لها ايميل. الصلاة ديت اللي هي هتبقى 24 ساعة مع بعض، يعني تحت فيها مع بعض في الصلاة، هم مختارين للأسبوع ده الموضوع ده، الموضوع ده لأنك أنت تستطيع، من لوقا 18 لأنك أنت تستطيع. وبيقولوا لنا يا جماعة عايزين نصلي من أجل الأمور اللي احنا شايفينها مستحيلة أو على الصعب أوي 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 علينا أن احنا نفكر أن في أي حاجة ممكن تحصل فيها أو تتغير فيها. في ناس مرضى، أنا يعني مش هقدر أقول أسمائهم لأنه ما جاليش تأكيد أن ينفع نقول أسمائهم، بس حبايبنا الغاليين علينا جدا المتألمين آلام رهيبة، واللي الطب بيقول يعني الحياة لا ما فيش أمل. فهم بيقولوا يا جماعة عايزين نصلي الأسبوع ده من النهاردة لحد الحد الجاي. وبيقولوا ان احنا في يوم الأربع هيخصص للصوم، هيخصص للصوم، فنصلي ونصوم يوم الأربع اللي جاي من أجل الطلبات ديت ومن أجل الناس المرضى والأمور اللي تبدو مستحيلة في حياتنا. قبل العطايا الحمد لله على السلامة المرثى، والحمد لله على السلامة النبيلة. النبيلة تبقى أم فيفيان وعماد، أم فيفيان يعني. فنبيلة أم فيفيان وصلت بالسلامة، ومرثى وصلت بالسلامة بعد غيبة. كنا نحب لما نشوفكم بعد الكنيسة نسلم عليكم بجد، بس هو هيفضل الحاجات اللي بنعملها ديت. لكن الحمد لله على سلامتكم، ربنا يديلكم وقت طيب وإقامة حلوة. زي ما متعودين يا ناس احنا هناخد لحظات، اللي مننا على الشاشة هيطلع قدامك الأربع اختيارات بتاعت جمع العطايا. تقدر مش هتدوس على الشاشة، لكن اللينك اللي تحت الشاشة تقدر تدفع العطايا والتبرع بتاعك من ده. الناس اللي موجودة هنا ممكن وانت خارج لو حبيت هيبقى فيه الجرادل الصغيرة دي اللي محطوطة على الكرسيين اللي ورا دول، وانت خارج تقدر تحط التبرع بتاعك. لحظات وهنصلي وبعد كده نفتح مع بعض ونقرأ مع بعض كلمة ربنا. يا رب انت استخدمت كسر من الغدا بتاع ولد صغير واقف وسط آلاف من الناس، وقلت هو ده اللي انا هستخدمه وهباركه، هتوب بس. والواد اداك الخمس خبزات الصغيرين وسمكتين، واللي يوضع يا رب
اللي يوضع أمامك يوضع على مذبح كذبيحة من فلوسنا، من قدرتنا، من موهبنا، من طاقتنا، من كل أمر أنت وهبته لنا بسخاء وبجود عظيم. يا رب نضع الكل بين يديك لكي ما يتعظم اسم المسيح. يا رب الجمعة اللي فاتت أول امبارح أنت كلمتنا وقلت اذهب بقوتك هذه، وأنا يمكن حتى لو أنت قلت لي اذهب بقوتك هذه أقول لك هي فين القوة دي، تطلع فين دي، بس ورهاني وأنا أروح بيها أنا حتى مش لاقيها. لكن يا رب على كلمتك أقف أمام شعبك، والأكثر رهبة أني أقف أمام كلمتك. أرجوك يا رب أرجوك تكلم معطي النعمة لينا كلنا، ليا وللي سامع، في اسم المسيح آمين. مش عارف إذا كان ده حصل معاك ولا لأ، عرفش إذا كان ده حصل معاك ولا لأ، وانت سق عربيتك ولقيت إن العداد فضي بتاع البنزين، عداد فضي بتاع البنزين، ما عرفش يعني إذا كان حد فيكم حصلت معاه الحدوتة دي ولا لأ. أنا دايما بالنسبة لي أمون لما الإبرة الحمراء دي توصل عند النص، أنا ما بستناش للآخر، أنا بالكتير قوي. وده بيني وبينك يعني من عقد نفسية من وأنا صغير، لم مش صغير قوي يعني، لما كنت في مصر كان عندي عربية فيها عيب في التصنيع، في حاجة اسمها ترمبة البنزين. ترمبة البنزين دي ما تقولش بقى كانت بلاستيك ولا كانت كرتون ولا إيه. فالراجل اللي أنا بشتري قال لي بص خلي بالك لو هتستنى لآخر ترمبة البنزين هتبوظ، فأنت توصل عند نص البتاع بتاع التانك ولازم تعبي بنزين، ما تخليهاش تنزل. فانا كنت دايما ابص عند النص دي وابتدي اتكهرب واحس بشكشكه في جسمي ان لازم ادور على محطه بنزين وهي ما وصلتش النص، وبرده ترمبه البنزين باظت يعني. ففي ناس بقى بتوصل للاخر خالص. انا مره واحده بس حصلت معايا. ليه حصلت معايا؟ ليه قلت بقى خلاص لازم انتصر على العقده النفسيه اللي عندي دي. ايه يعني احنا في امريكا، امريكا دلوقتي وعربيتي اسد، فانا ما يهمنيش. احنا عندنا مقولة كده في مصر معروفة قوي، مثلا حد يبقى قاعد جنبك ويقول لك ايه البنزين قرب يخلص، تقول له شوية دول يوصلوني اسكندرية. مش عارف ليش معنى اسكندرية يعني، معرفش ليه يعني، ليه مش المانيا مثلا، معرفش، بس يعني لا شوية دول يودوني اسكندرية. انا بقى في مرة عملتها وكنا على هاي واي ومن العمالة تقول لي بنزين البنزين البنزين، لا شوية دول يوصلوني اسكندرية، وانا هنا في كانتون ونورود على الاكزيت بتاع كانتون ونورود. وحصل ولقيت لك العربية بش طفت. لولا ان انا اتصلت بالشيخ ناجي قلت له الحقنا ناجي، انا على الهاي واي كنتش حتى لا تريبل ولا غيره، قلت له الحقني، والراجل جاب التانك الاحمر ده وقعد يحط لي بنزين. حصلت معاك؟ طب انت حصلت معاك انت ليه؟ غالبا لاني كان عندي هذه الثقة الزائفة، لا دول شويه دول يودوني اسكندريه، وانت في كانتون شويه دول يوصلوني لحد اسكندريه. تعال نشوف حصل معاهم. ران اوت اوف جاس زي ما الخواجات بيقولوا يعني، البنزين خلص. تعال نتفرج على الناس اللي البنزين خلص ونقرا، نقرا من الكتاب المقدس ومن كلمه الله. يقول ايه؟ حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. اما الجاهلات فاخذنا مصابيحهن ولم ياخذنا معهن زيتا، واما الحكيمات فاخذنا زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. يبقى في اناء وغير المصباح، فهم أخذوا زيت في الإناء في آنيتهن مع مصابيحهن. كويس. وفيما أبطأ العريس نعسنا 10، مش 5 بس الجاهلات، نعسنا 10
عسنا جميعهن ونمنا. فالمشكلة ما كانتش في انهم ناموا. في نصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن أو من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكنا، اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكنا، إني ما أعرفكن. فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. ران أوت أوف جاس، ران أوت أوف زيت، الزيت خلص وهم لسه على الهاي واي بيشتروا من البقال شوية زيت للمصابيح. هو ذا العريس مقبل. بصوا يا جماعة، أول حاجة بيعلمها لنا المسيح ان احنا هنفضل، الكلمة المتقطعة دي بالحروف دي، ان احنا هنفضل، سنظل، هنفضل 5 و5. يعني ايه 5 و5؟ يعني هنفضل فينا، هيفضل فينا حكيمات مستعدات، وهيفضل فينا جاهلات مش مستعدات. بعدين لو انا عايز يعني انكش كده في ضميري، في نفوخي، في حاجة، هقول مين يا ترى، مين يا ترى، ما احنا نحب نصنف برضو، مين يا ترى الجاهلات، مين يا ترى الجاهلات؟ اكيد الملحدين هم الجاهلات. لا، مش الملحدين هم الجاهلات، جاهلات بس، يعني ما هو قال الجاهل في قلبه ليس اله، مش ده اللي اقصده. المثل ده ما بيتكلمش عن الملحدين انهم جهلة، جاهلات غير المستعدات. ما بيتكلمش عن المسلمين، المسلمين اكيد المسلمين هم لما يجي المسيح وعريسنا جاي ياخدنا، لما يجي العريس قال مش هيبقوا مستعدات لانهم مسلمين. لا، مش ده. طب امال مين؟ قرب شويه مننا، قرب. تقصد الكنائس الثانيه. ايه الثانيه دي؟ ايه الطوائف دي؟ ايه الطوائف دي؟ الطوائف دي اللي ما عندهمش، عندهمش ايه بالظبط؟ ما عندهمش اللي عندنا. هو ايه اللي احنا عندنا مش عندهم؟ يعني ما عندهمش، ما يعرفوش يعني ايه الخلاص. طوائف تانية ما عرفوش عن ايه الخلاص خالص بتاتا. يعني نقف نقول لهم ان في حاجة اسمها كتاب مقدس وعهد ومسيح وصليب وكده؟ يعني احنا بنتصور ان احنا بنتكلم على ايه بالظبط؟ هو المسيح ما بيقول جاهلات يبقى اي حد غيرنا؟ ملحدين، المسلمين، او الاشرار. أنا الحقيقة أقصد أقول سنظل، الكلمة المتقطعة دي. يعني إيه سنظل؟ يعني إحنا الكلام ده، المثل ده علينا إحنا يا ناس، علينا إحنا، إحنا 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 فينا 5 حكيمات، وإحنا برضو مش إحنا الحكيمات لمينا روحنا جوه مبنى في بؤجة كده أوب وصرناها عشان إيه ما حدش يخش ولا حد يطلع؟ أبداً ابدا، احنا فينا شويه حكيمات وفينا شويه جاهلات. احنا يا ناس ياهو، يعني حتى اللي اتعمد باسم الاب والابن والروح القدس ممكن يكون من الجاهلات جدا. ايه اللي اتعمد واللي بيحضر كنيسه واللي حتى المؤتمرات الصيفيه، يعني حتى اللي بيحضر حتى اللي في الخدمه. أنا كنت بحضر المؤتمرات الصيفية بتاعتكم، وكنت صحيح بنبسط خالص يعني، وكنت بخدم. هو أنت لأنك بتخدم يبقى أنت من خلاص كده ده الأمان؟ كثيرون، أليس باسمك؟ أليس باسمك؟ أليس باسمك؟ ما
ما هي دي المصيبة في ايه؟ المصيبة في ان انا حاسس ان لا الشوية دول يوصلوني اسكندرية. الجاهلات دول ما كانش عندهم اي قلق، ما فيش اي قلق، يعني ما فيش ريحة القلق. فاحنا لحد ما يجي عريسنا، وعريسنا جاي ياخدنا، لحد ما يجي العريس، هو ذا العريس مقبل، هيفضل هنا في الدكك دي وفي الناس دي وفي اللجان دي وفي المجموعة دي وفي المؤتمر ده وفي كل حاجة فينا بنعملها في كل الاكتيفيتيز. فينا شوية كده وفينا شوية كده. اوعى اوعى يكون عندك هذا الاحساس. لا 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 لا، احنا في السليم، احنا في الامان. تعالى كده نخش على مثل تاني ونشوف. جاء عبيد رب البيت وقال له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ الحقل اللي في وسط رقص بريد ده مش كله زرع كويس؟ أليس فيه زرعا جيدا؟ فمن أين له الزوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد؟ كل واحد معاه سكينة، مطوة، خنجر، سيف، بتاع اللي بيقش بيه ده، اللي زي المنجل ده. أتريد أن نذهب ونجمعهم نقطعهم ونرميهم برا؟ أتريد؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا لحد يوم الحصاد. طبعا أنا بقاعد أنا الحنطة الجميل ومقاعد جنبي حتة زوان، فرع زوان، وبيني وبينك يعني لازم امتحن انا نفسي الاحسن، يكون بيتهيأ لي ان انا لهم ثياب الحنطة، لهم ثياب الحنطة وهم من داخل زوان. دعوهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد. الكتاب ده، الكتاب ده عنوانه غريب وصادم. الكتاب ده كتبه واحد مخه تقيل قوي، لوثري، لاهوتي، يعني ينفع تقول وانت بضمير مرتاح قوي ان هو لاهوتي، لان هو دلوقتي بقى اي حد في اولى لاهوت بيقولوا عليه لاهوتي، بس يعني ده بقى مش من دول، ده تقيل وجامد. عنوان الكتاب الصادم بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني ما تأخذونيش، يعني ملعون من خلال الكنيسة. الخواجة ده منتجمري ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا، بيقول لك بيتحدى الفكرة بتاعت ده احنا وجودنا في الكنيسة بركة. ده احنا لما نبقى موجودين في الكنيسة، احنا لما بنبقى قاعدين في الكنيسة دي بركة، احنا بركة ان احنا نبقى موجود في الكنيسة. فراح الراجل ده قال لك ايه؟ لا. يعني ايه لا؟ يعني ايه لا يا خواجه؟ قال لك انت ممكن الكنيسه، او بمعنى اصح حضوري في الكنيسه يبقى لعنه. ليه؟ لاني هيسهل عليا قوي ان انا اتخدع. قال كونك في الكنيسه وتنتمي الى عضويتها وتشترك في خدماتها وتقبل عقيدتها، بل تقتنع ايضا بمفهوم الخلاص، هذا كله لا يضمن لك شيئا على الإطلاق. هو ده العريس مقبل. هنفضل دايما خمسة وخمسة، خمسة وخمسة. تعال نشوف دي. احذر، خلي بالك، اصحى، خلي بالك، اوعى من الثقة الزائفة، اوعى تقول ان لا لا ده الشوية دول يودوني اسكندرية. اوعى اوعى يتهيأ لنا ان احنا تمام، احنا مفيش احسن من كده، احنا الحق كله هنا، اللي عايز يشتري حق يجي هنا كنيستنا او طايفتنا او معرفش ايه، فاحنا نديله شوية حق بقرش بقرشين بمعرف ايه. ثقة زائفة، وهم كان عند الجاهلات. خطر، خطر الموت، عارف بتاع الكهرباء، صندوق الكهرباء ده اللي يكتب لك عليه احذر خطر الموت. لم يأخذنا معهن زيتا. ازاي يعني ما كانش معاهم زيت؟ ازاي
يبقى الواحد مستهين وما يبقاش عنده أو معاه زيت. إزاي؟ تعال نتفرج كده على العينة دي. بص يا سيدي، العينة اللي قدامك دي بتقول هناخد عينتين، عينة من لقى 17 وعينة من متى 24. لقى 17 بيقول ايه ومتى 24 بيقول لك ايه؟ النموذج ده للناس المستهينة غير المستعدة، والنموذج ده للناس المستهينة غير المستعدة. تعال نشوف الخطايا اللي هم عملوها وبالتالي لم يكونوا مستعدين. تعالى وعايزك انت تطلع من المقطع ده، مش يقول لك انا عايزك تطلع لي من المقطع ده في امتحانات اولى اعدادي، طلع من المقطع ده كم عدد الخطايا وما هي الخطايا لغير المستعدات. يلا نشوف. كما كان في ايام لوط كانوا ياكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون، ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. فين الخطايا بالضبط؟ فين لستة الخطايا؟ نقرأ كده. أيام لوط بيأكلوا ويشربوا، ما افتكرش فيها حاجة دي، اشتري ونبيع. ما انت اللي قلت لتلامذتك روح اشتروا لنا، انت بعتهم يوم ما قابلت السامرية. يشترون ويبيعون ما فيهاش خطيه مش كده؟ يغرسون ويبنون ما فيهاش خطيه برضو مش كده ولا ايه؟ في خطيه الحاجات دي؟ 1 2 3 4 6 حاجات، ياكلون ويشربون يشترون ويبيعون يغرسون ويبنون، في اي خطيه في الحدوته دي؟ ما فيش، ما افتكرش ان في حاجه خطيه في دول، اما احنا نبقى عايشين ناكل ونشرب طول النهار في الخطيه. ايام لوط كانوا ياكلون ويشربون. النموذج الثاني في متى 24، ايام نوح. تعال نشوف يمكن هنا بقى في خطايا اوضح. كما كانت ايام نوح كذلك يكون مجيء ابن الانسان، لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان ياكلون ويشربون، قديمه دي شفناها هنا، يتزوجون ويزوجون. ايه ده انت يعني من قبل الخطيه الاصليه وانت بتقول لنا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق يتجوزوا يأكلون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك أيضا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. هو في حاجة في دول خطية يا ناس؟ العشر حاجات دول الستة زائد سيبك من يأكلون ويشربون إيه؟ 6 + 2 يعني هم 10 حاجات بس قول شيل 2 منهم يبقى 8، لسته من 8 حاجات، في اي حاجه غلط؟ لا. امال ايه؟ امال ايه؟ ما ناكلش يعني عشان نفضل؟ لا، الحدوته هنا ان الناس عايشه حياتها عادي خالص، محدش قلقان من ولا حاجه خالص، اللي بيذاكر بيذاكر واللي بيشتري بيشتري واللي بيتجوز بيتجوز واللي بيبيع بيبيع واللي بيبني بيبني واللي بيزرع بيزرع واللي مش عارف ايه ولا على باله، مرتاح ولا على باله. كما كان في ايام لوط كما كانت ايام نوح. ففي نصف الليل، الحقيقة أن كلمة ففي نصف الليل مش كتير علقوا عليها، يعني تقريبا قريتش أو يعني عليها حاجة أي تعليق يعني. بس في واحد بقى في القرن الرابع القديس أغسطينوس قال لك أيوة الكلمة دي مش محطوطة صدفة. ليه يا قسيس أغسطينوس؟ قال لك أن كلمة في نصف الليل لان دي اكتر وقت، طبعا في ناس بتسهرلوش الفجر بس يعني بالنسبه لاغسطينوس ان دي اعمق الوقت بقى لما بتغوط قوي، اعمق اوقات النوم واقل اوقات التنبه واليقظه في نصف الليل، لما يبقى الواحد مش متنبه، لما الواحد مش داري يعني، زي ايام لوط وزي ايام نوح.
بطرس الرسول في رسالته الثانية يقول سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون. كلام ده قديم قوي، كلام ده انتوا بتخوفوا بيه العيال الصغيرين، كلام ده انتوا بتخوفوا بيه العالم الجوه بيقولكوا الكنائس، مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم قائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. واحد، هنفضل دايما مخلطين خمسة وخمسة، هيبقى فينا شوية حكيمات وشوية جاهلات. وتاني حاجة، لابد أن نحذر ونتحذر من الاستهانة. ليه؟ دي بقى، لأن مجيئه سيفاجئنا، مجيئه سيفاجئنا وسيفاجئنا بشدة. تعال نقرأ مع بعض، بص يقول إيه. أدي أول صورة، الكلمة اللي هتبقى بالأبيض دي صور حطها المسيح. فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. سيفاجئنا، سيصادفكم بغتة. ليه يا رب بغتة؟ لأنه كالفخ. فواحد ماشي في حاله كده، ماشي في وسط الغابة ولا ماشي في وسط مش عارف ايه، وفي فخ محطوط كده، هياخد رجلك هياخد رجلك. ففي هو بيصوره بهذه الصورة، سيصادفكم بغتة كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه الأرض. ادي أول صورة. تاني صورة، يتصل بيك يقولك لو سمحت ممكن اجي يوم الثلاث ساعة واحدة الفجر اسرق بيتكم. حاجة ضحك مسخ، حتى نكتة بايخة. قال في حاجة اسمها كده؟ يتصل بصاحب البيت يقول له مساء الخير مساء النور، احنا عصابة اللهو، احنا الخط، احنا مش عارف ايه، احنا عايزين نجي لكم الساعة واحدة يوم الثلاث، فخلي الحاجات على البوفيه من سكات كده عشان ما نأذيكوش. ماشي يا عم ماشي يا عم، واطفي بقى الالارم وكده عشان ما نموتش العيال. قال في حاجة بتحصل زي كده؟ نكتة بايخة. وقال ده اللي هيحصل. احترزوا، كلمات التحذير على طول. تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. حينما يقولون سلام زي أيام نوح، أمان زي أيام لوط، يفاجئهم بغتة، يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. المخاض بتاع الحبلة اللي هو آلام. واحدة حامل حبلة تصلي وتقول يا رب أشكرك من أجل البيبي اللي جاي بعد 9 شهور، من فضلك يا رب أنا مش عايزة أتوجع خالص يا رب. هو الواد شكله تخين ومكلبز وباين عليها ينزل 5 كيلو وشوية، بس من فضلك يا رب في 9 شهور دولة وقت الولادة وكده، علشان كده هي حتى ماما بتقول لي ربنا يديكي ساعة سهلة، فمن فضلك خليها 9 شهور تبقى سهلة. أنا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها نجيب بيبي بس ما توجعش خالص، لا مفر كالمخاض للحبلة. تروح للدكتور أيوة لها بصي انت يوم 12 ديسمبر ادي اول وجع، يوم 2 يناير ادي هنعدي لك ليلة راس سنة. لا يمكن احط لك جدول هتتوجعي امتى. كالمخاض للحبلة فلا ينجون، يبقى الفخ لص المخاض، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. إيه حكاية البرق؟ عرفنا مفاجئ، مش بس البرق مخيف، البرق شامل وظاهر من المشارق يظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. بص أنا هعرض لك كم آية، هم بالضبط 5 1 2 3 4 من متى 24 و25، وحتى يعني أنا مسهل عليك بصراحة، أفتكر هتعرف الخمس آيات دولة
مقصود بيهم ايه؟ تعال نقرا مع بعض. اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد ولا ملائكه السماوات الا ابي وحده. متى 24:36. اسهروا اذن لانكم لا تعلمون في اي ساعه ياتي ربكم. عدد 42. لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين لانه في ساعه لا تظنون ياتي ابن الانسان. 4. ياتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعه لا يعرفها. اخر واحده. فصاروا اذن لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. 5 ايات. 1، 2، 3، 4، و4ب و5. واضح زي الشمس. ما حدش فينا يقدر. مفيش داعي تتعب. مفيش داعي يا والدي. اذا المسيح سهلها علينا. ما قالها زي الشمس. متى 24 و25 36 و42 و44 و45. وبعدين في متى 25 عدد 13. ما حدش هيعرف هذه الساعه. ولا اقعد عد بقى وفنط ورص وحط وفنط. انا مش انت حر. انت حر يعني عايز ضيع وقتك ضيع. بس الساعة دي لا يعلم بهما. الساعة دي لا تعلمون. عشان كده لازم تسهروا في ساعة لا تظنون. لا تظنون. لا ما افتكرش هيجي النهاردة. هو ده بالظبط. لا ما نظنش هيجي النهاردة. احنا النهاردة الحقيقة عندنا معاد مع العيال. هنتغدى مع بعض. لا. ايوه. يعني انت ما تظنش انه يجي النهاردة. لا ما اظنش. لا يبقى جاي. يبقى احتمال يجي. يبقى احتمال انت ما تكملش وعظتك. احتمال. واحتمال انت ما تكملش قعدتك. احتمال. في ساعة لا تظنون لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ربكم. هو ذا العريس مقبل. هنفضل 5 و5. هيفضل فينا الحكيمات وفينا الجاهلات. احذر الاستهانة ومجيئه سيفاه. جئنا في نصف الليل صار صراخ. ضياع نهائي للفرصة. هيجي وقت اني ما اعرفكن او ما اعرفكن واغلق الباب. بصوا يا ناس. احنا عندنا مجموعتين. مجموعة اسمها الجاهلات ومجموعة اسمها الحكيمات. أيوة. انت ليه حاطط خط تحت كلمة فقط؟ ليه مش كاتب كلمة مجموعتين وخلاص؟ مجموعتين يعني ما هو مفهوم يعني هي ايه محتاجة فتاكة؟ لا هم مجموعتين بس. بس فقط مجموعتين. مفيش ثالث ليهم. اسمع كده الرجل ده. ده كان رجل نهضات يعني في القرن 19 وقال لنا الكلمتين دول. قال لك ايه؟ يظن البعض أنهن 5 حكيمات كويس وخمسة جاهلات كويس وخمسة محايدات. يعني ايه محايدات؟ يعني لا جاهلات. انت جاهل وانت حكيم. انا لا ده ولا ده. احنا لسه في البروسيس. بروسيس بتاع ايه بالظبط؟ مفيش هنا مفيش حتة محايدة في النقط. يعني دول الفريق الحكيمات اللي هيتغلبوا في الاخر ودول فريق الجاهلات. انا لسه هتفرج وهشجع اللعبة الحلوة الاخر هختار انا هنضم. لا يا والدي تعبش روحك خلاص اخترت. مفيش حاجه اسمها محايدات. وهو قايل الخواجه الكسندر ايوه ده تكلم الرب عن 10 فقط. مفيش 15. مفيش 5 حكيمات وخمسه جاهلات ومفيش مش 15. هم يدوب 10. مجموعتين مفيش غيرهم. ايه الدرس المركزي في هذا المثل يا رب؟ واضح ان في مستعدات وفي غير مستعدات. اذا الدرس المركزي اللي عايز تقوله لنا في هذا المثل ان نستعد لاستعداد لاستعداد. وانت مش بتكلم الكفرة ولا الملحدين ولا المسلمين ولا كنايس. اتكلمنا احنا. بكلمكم انتوا. ادي الاستعداد. طيب بس بص اما تيجي تقرا المثل تلاقي انه الحدوته
على الاقل بحسب قرايتي انا واقفه من اولها لاخرها على الزيت. دول لم ياخذنا زيتا، وده ايه اللي بيميزهم؟ انهم اخذنا في انيتهن مع مصابيحهن اللي هنشوفها حالا دلوقتي زيت. فالزيت يعني ما هو الزيت؟ هل في معنى؟ هل في تفسير؟ هل ملوش تفسير؟ هل يستاهل الزيت ده؟ يعني ممكن حد ينورنا فيه. بص، دي مش المصابيح يا جماعه اللي انا حاطه قدامك ده، مش هو اللي كان مع العذاره، مش اللي كان بيستعمل وقت الرب يسوع. لا، ده مصباح علاء الدين، ده مش هو ده. ممكن عارف لو اقرب حاجه ممكن للشكل ده يبقى ايه؟ يبقى انيتهن. يعني هم معاهم المصابيح ومعاهم انيه. الاناء ده كانوا بيصبوا زيت كل شويه جوه المصباح، فما كانش هو ده. ده مش هو المصابيح هن دي. امال كانت ايه المصابيح اللي كانت وقت؟ خلي بالك، انت فاكر المثل ده كان بيتكلم على خمس عذارة وخمس عذارة وعريس، ففي عرس وعريس. اقرب حاجه ليها زمان ايامنا احنا، يعني دلوقتي ما بيقوش كده، بيبقوا قفوهم بفستان كده ولابسين ورد، كلهم فستان لازم يبقى نفس اللون ونفس القصه ونفس الحاجات دي. زمان ما كانش كده، يعني اي واحده انت هتشيد فستان من الدولاب وهتيجي، وكانت اسمها الشباين. العذاره دي اللي هم الشباين، الشباين دول كانوا يمشوا يمشوا ايه قدام، باين قدام العروسه باين ولا وراها مش فاكر، ويفضلوا احنا نفضل في القاعدين في مصر، يعني كنا نقعد على الكراسي بتاعه المنبر، والبنات دول يا عيني يفضلوا واقفين ماسكين ايه مصابيحهن. ايه مصابيحهن دي؟ اللي هي الشمع. نشتري كده من حته في مصر اسمها ضرب البربره، مليانه حاجات العرايس والعرسان والحاجات دي، شمعه طويله، وكانت البنت تقف كده ويا عيني بعد شويه تلاقي ظهرها عمال يقوس يقوس من كتر التعب، والقسيس بيطول كالمعتاد والترانيم وكده. فيا عيني يبقى في بنت هنا واقفه يا عيني وشها يا ريتها ما تطلع في الصوره من كتر التعب، والتانية هناك اختها الصغيره هناك واقفين ماسكين الشمعه كده اهو. كويس؟ ادي دي المصابيح دي، اللي هي يعني الخواجات بيقول لك عليها تورش، تورتش، مش المصابيح بتاعت علاء الدين. والكوبايه اللي فوق اللي قبل النار دي، البتاع الكوبايه دي ولا الكاس ده ولا الوعاء البتاع ده، كان بيتحط فيه حتت قماش مهلهله مقطعه، حتت قماش مقطعه، ويغرقوا الحته القماش دي زيت. وكانوا بيمشوا دي بقى، كانوا الشباين ما بيمسكوش شمع، كانوا بيمسكوا البتاع ده التورتش ده، وكان بيتحط في الكوبايه دي الزيت. طيب حد يقدر يقول لنا اذا كان ليه معنى ولا ملوش ولا ايه؟ بص يا سيدي، انا هقول لك اهم ثلاث اراء، اهم ثلاث اراء. في اراء كتيره، انا هاخد اللي يعني حسيت ان علي يعني ينفع يكون راي. اول جروب قال لك بص، حكايه الزيت ده ملهاش اي معنى، هي الدرس واضح زي الشمس، استعدوا. الاستعداد انك تكون مستعد. المجموعة الثانية خدت يعني رأي تاني خالص بقى، مش انه لا ما لا معنى لها، ده قالك الزيت، الزيت في الكتاب المقدس، الزيت ايه؟ الزيت ايه؟ الروح القدس. فقالك بس الزيت هو الروح القدس، وخاصة عمل الروح القدس في عملية الولادة الثانية. فهو الزيت ده مهم جدا. ليه مهم يا مفسر ولا يا غيره ويا كتاب ولا غيره؟ قالك لان الزيت هو الروح القدس. يمكن الرأي الثالث، وده اللي انا عجبني بقى، الرأي الثالث اللي انا مقتنع بيه، ان هي حياة البر العملية والطاعة لوصاياه، والتوازي واضح زي الشمس، مش وقته دلوقتي، بس التوازي واضح زي الشمس ما بين مثل العذارى الحكيمات والجاهلات والمثل اللي قدامك ده اللي انا خدت كلمة منه، فاكرينه طبعا، متى 7 في ختام الموعظة على الجبل، لما الرب يسوع علم الترنيمة بتاعت مدارس الأحد: الرجل الجاهل يبني بيته على الرمل، الرجل العاقل يبني بيته على الصخر، فلنبني حياتنا على الرب يسوع. هي الطاعة العملية، هي حياة اللي بنغنيها وبنقولها لحياة الطاعة في إيماني، لحياة البر العملية. فأنا اقتبست الكلمة دي، أنا ملك يسوع، حياة البر العملية والطاعة الوصايا.
يعني أنا لو بصلي أحسن منك ما ينفعش؟ لا. طب أنا لو بصلي أطول منك ما ينفعش؟ لا. طب أنا لو بخدم أكتر منك ما ينفعش؟ لا. طب يعني لو أنا بدفع أكتر منك. مشكلة الجاهلات إيه؟ عندهم إحساس أنهم يستحقوا. يا سيد يا سيد افتح لنا جرايه في إيه؟ إحنا عزارة زينا زيهم. هو حد قال علينا أن إحنا لا سمح الله يعني؟ ها؟ هم عزارة وإحنا عزارة برضو. إيه في إيه؟ هو حد مسكنا في أمسكت في ذات الفعل زي إياها ديت بتاعت يوحنا 8؟ إيه؟ إحنا عزارة. وإذا كان هم نعسوا إحنا نعسنا، وإذا كان هم ناموا إحنا نمنا، في إيه؟ الشكل يشبه لبعضه خالص. بص هنا تلاقي أربع أدوار والروف، هنا أربع أدوار والروف، وتلاقي هنا سور البلكونة ألوميتال، وتلاقي هنا سور البلكونة ألوميتال، تنزل تحت تلاقي مدخل العمارة ألوميتال بإزاز فاميه، ولا أنا عارف بيقولوا إيه، هنا تلاقي ألوميتال في إزاز فاميه. هنا مدخل فيه رخام، وهنا المدخل رخام. لكن يوم الامتحان ستأتي الأمطار وستأتي الرياح، ويسقط الرخام والألوميتال على دماغي، ويكون سقوطه عظيما لحياة الطاعة في إيمانه لحياة البر العملية. سؤال سريع قوي، هي يعني السلوكيات يعني؟ انت اللي عايز تقوله ده اللي هي الحياة اليومية يعني، اللي هي طاعة يعني. طيب وانت فاكر ان انتوا بس اللي بتعرفوا تطيعوا ربنا؟ في ناس اخلاقهم احسن وبيطيعوا اكتر وبيعملوا اكتر وكل حاجة. إذا كان على كده ده أنا مش حكيمات، ده أنا أرمي المصابيح دي والزيت ده أكبه في التواليت حتى، مفيش داعي ليه، لأن أنا بعمل أعمال أكتر منك ومؤدب أكتر منك، وأنا اللي معاك في الشغل أمين أكتر منك، أنت نص نص، أنا الزيت بتاعي أكتر. إزاي أفرق؟ مش سهل. هو بالتأكيد مستحيل ان انا افرق لاخرين، لان انت هتقيم نفسك مكان الروح القدس. لكن لو عايز احط لنفسي مقياس، لنفسي مش لغيري، لنفسي مقياس، هقول هو بيعمل وانا بعمل، او يعني في نمط بيعمل وانا بعمل، اعرف منين اذا كنت انا الرجل العاقل ده يسمع أقوالي هذه ويعمل بها؟ أعرف منين؟ أفتكر دوافعي. أقدر أضحك عليك بخدمتي، بتبرعاتي، بمعرفش نشاطي، بمعرف إيه، بصلاتي، بإن أنا رنم وأرفع إيديا، وإن أنا معرفش أعمل إيه، وإن أنا أقدر أضحك عليك بكل حاجة في الدنيا. بس اللي ما ينفعش أضحك على حد بيه هو الدافع. أنت بتعمل ده ليه؟ انت بتعمل الخدمة دي ليه؟ انت موجود هنا ليه؟ لان احنا نحب يعني نكون خيرين، لان انا احب اكون مفيد، فحب كده يعني صاحب همة ونشاط، شهلول يعني بنقول عليه كده، يعني صاحب همة ونشاط كده، شهل كده، ويروح واوله رايح واخره جاي، ويشيل دي ويحط دي ويجري ومش عارف ايه وبتاع، شهلول كده. او لان انا بقول يا رب سحفل النهارده، يا رب النهارده، يعني ايه اللي يبيني؟ لا، مفيش حاجه هتبيني غير الدافع. انا بعمل ده ليه؟ في ناس بتخدم لانها زهقانه، فبدل قاعده نتفرج على فوازير نيلي او نعمل حاجه احسن، ننزل نخدم في الكنيسه وخلاص، نرص كراسي، نعمل كتب المقدسه، نعمل ندفو، نتبرع، نعمل اي حاجه، وهو كله ثواب. ثواب يعني ما اعرفش فين يعني، بس هو ثواب ان شاء الله. لا، الحل هو هنا. الدافع بتاعي، لو كان الدافع بتاعي، انا اقول لك رايي يعني الشخصي، ممكن ابقى غلطان، لو الدافع بتاعي هو حب المسيح، هو ان انا بحبه، هو ان انا عايز مجده،
هو ان انا حريص عليك انت، مش على صورتي قدام الناس، مش على تقوايا، مش على قد ايه انا شاهل ولا ما شاهلش ولا ما مش عارف ايه. لو انا الحب والمجد بتاع المسيح اكتر حاجه تهمني، ولو انا بعمل ده لاني بحب المخدوم، ده لو انا بخدم. افتكر يا جماعه ده اللي يفرق، ده اللي يفرق لحياه الطاعه في ايماني لحياه البر العمليه. طيب مجموعتين، الدرس هو الاستعداد، العنصر هو الزيت بالمعاني دي، او طبعا لو مش عاجبك ولا واحد طبعا تقدر تختار حاجه رابعه. كده خلصنا؟ لا، فاضل حاجه واحده بس، فاضل الحقيقه اهم حاجه، المصير الابدي للجاهلات والمصير الابدي للحكيمات. الحكيمات دخلنا معه الى العرس، الجاهلات يا سيد يا سيد افتح لنا. على فكره انا لما قريت كلمه يا سيد يا سيد افتكرت يا رب تكون ابتديت تفتكرها معايا، افتكرت متى 7، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا سيد يا سيد. لا 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 ما تغلطش، فمتى 7 يا رب يا رب، ما هي يا رب هي يا سيد، هي يا رب يا با هي يا ماستر، يا رب يا رب. ونفس الكلام يا رب اللي نفس المواجهة نفس المصير. الحق اقول لكم اني ما اعرفكم، ما اعرفكم يعني الحياة مش واخد. مين اللي بره؟ مين اللي على الباب؟ احنا رب العزارة اللي كنا بنخدم وبنعمل وندفع وكده، يعني اللي كنا في المؤتمرات واللجان والكده. لا مش واخد بالي. طب استني كده معايا، استنى هبص من العين السحرية يمكن اعرف انتوا مين، وابص في العين السحرية. لا مش انت مين يا ماما؟ وسعي لاختك واحدة. سوسن طيب، واللي جنبك مين؟ مش ده اللي ما اعرفكن، ما اعرفكن ما فيش اي علاقة بيني وبينكم، ما فيش اي علاقة اختبارية، ما فيش اي علاقة، ما اعرفكمش. مش لان المسيح الحقيقة محتاج حد يفكره ذكرني باساميهن كده، باساميهن جاب له ملاك يعني يقول له فكرني باسمهم ايه اللي بره الباب دول، دول يا رب اللي كانوا معانا. مفيش علاقة، في اكتيفيتيز، في حضور الكنيسة بانتظام، في خدمة، في فلوس، مفيش علاقة. اني ما اعرفكن، والمصير الابدي ده او اللي كنت بقول عليه ضياع الفرصة النهائي، انه بيقول لك واغلق الباب. لا تقدر، انا هسيبها لك، انت واخد بالك من الكلمه؟ لا تقدر حتى لو حبت. الشجره جيده لا تقدر حتى لو حبت، قالت بص انا بقى هنا عمال اطلع لهم ثمر جيد، من هنا ورايح هدواهم ثمر يعني يمرر عيشتهم، ثمر معفن خليهم لا تقدر. الحقيقه هتحاول مش هتقدر أن تصنع أثماراً ردية ولا شجرة ردية، لا تقدر. لإيه؟ لأن العملية مش production، العملية مش إنتاج، العملية مش activities، العملية حياة. الحياة دي تثبتون فيها فتأتون بس هي حياة. لا تقدر الشجرة الردية أن تصنع، من ثمارهم تعرفونهم. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. خلينا نصلي. يا رب إذا كنت ارتحت زيادة عن اللزوم لأن أولي رايح وأخري جاي من الكنيسة ولا من المجموعات ولا من درس الكتاب ولا ما اعرفش من القعاد مع الخدام، ازعجني، ضع القلق والانزعاج في قلبي. اذا كنت استريحت لدرجه ان انا قلت لا 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 اللي معايا يكفي ويزيد،
إذا كنت ارتحت لدرجة إن ما بقاش فارق معايا وعايش حياتي يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويغرسون ويبنون، إذا كنت مرتاح لدرجة إن ولا بيجي في بالي رغم إن أنا برنم وياهم طالت غربتنا زادت أشواق، رغم إن أنا برنم وياهم هبني أن أصهر بدف وبعود، أنا برنم معاهم مع الفريق اللي بيرنم ده، أنا برنم وياهم هبني أن أصهر وإلى أن تعود، هبني أن أصهر، وأنا مش فاهم يعني إيه أصهر بدف وبعود. لو أنا ارتحت لدرجة إن أنا بقول طالت غربتنا وأنا لو مش ممكن أتحتح من مكاني، لأن هنا هو أنا هنا هي دي المدينة التي لها الأساسات مش اللي معاك. فأنا النهاردة جاي بقول لك ازعجني لو أنا مرتاح، ونبهنا إن الكلام ده ممكن يحصل كمان نص ساعة كمان ربع ساعة. إن كان علي أنا يا رب أنا مش محلتيش غير الصلاة دي اللي عايز أرفعها لك، يعني أنا ما عنديش حاجة غير إن أنا أقول لك إن أنا عايز أسلك بحسب ما يرضيك، وإن عايز أعيش حياتي كذبيحة حية مقدسة مرضية، بس عايز توديني مطرح ما توديني وتعمل بيا اللي أنت هتعمله، بس مش عايز اي حاجه، مش عايز مدح من الناس ولا تسقيف لاني عملت في الخدمه ما اعرفش ايه ولا، لكن بغيتي نيل رضاك يا رب من فضلك. خلينا نعيش بالصلاه دي، املى بها قلوبنا، املى بها ضمائرنا، ان انا افضل دايما اقول لك واسال نفسي واسالك ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ إنني بس وصلني، أنا ضعيف قوي، أنا تعبان قوي، أنا مش ولا بد، بس نفسي أقول هبني أن أراك، افتح عيني يا رب عشان أشوفك، لأن الدنيا في حياتي بقيت مصحومة قوي، يشترون ويبيعون ويبنون ويغرسون، بالتقى، بإني أتقيك، بإني أهابك، بإن مخافتك تكون في قلبي، وبالخشوع، بالتضاع، مش بالثقة الزائفة بتاعت أيوة الزيت اللي معانا ده يودينا اسكندرية، مش بالثقة الزائفة بتاعت الجاهلات، بالتقى، بالتضاع، بقلب لا يروع، ما خافش من حاجة غير يا رب غير شخصك. من فضلك هبنا أن نرنم بالتضاع وبخشوع وبفحص للنفس هذه الكلمات. من فضلكم خلينا نقف ونختم بالكلمات دي. سيدي نفسي لدى عند موطئ قدمي، راح حياتي في يدي فهي وبهجتي
أنا بجملتي كرساني سيدي سيدي ماذا تريد اهدني حيث لو سمحت يا رب من فضلك يا رب من فضلك عشان خاطر العريس عشان خاطر الحبيب يسوع من فضلك لو سمحت يا رب نعمة ربنا ومخلصنا يسوع محبة الآب شركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد آمين.